التواصل مستمر مشاهدينا الكرام في الانطلاقات، حيث ينطلق اول الاشواط الخاصة بالقعدان في هذه التحديات وهذه المنافسات القوية، حيث نبدأ الإثارة من جديد في تنافس وتحدي مع شعارات أبناء القبائل في منافسات لسن الحقائق. مع الثلاثة كيلومترات نقترب من المقدمة ومن صدارة هذا الشوط، حيث البداية بالكم والكيف والأنواع المميزة. المقدمة يسيطر هنا بشار على مقدمة الشوط، عبد الله بن عبيد بن عمير الاكتبياتي هنا يتصدر المجموعة الأولى. النقلة إلى المركز الثاني، حيث يأتي هنا في هذه اللحظات أمان تعود ملكيته لعبد الله بن ناصر الهاشمي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث يأتي المتحد مشاهدينا الكرام، هنا يأتي سلمان بن علي بن رشيد محتلا المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم ويسير شايم لمحمد بن شطيط بن عبد الله الحبسي في المركز الرابع. المركز الخامس هنا لحظات الوصول من قبل حبشان لبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري يحتل الان المركز الخامس. ننتقل للمركز السادس في هذه اللحظات ووصول من وليف سعيد بن عامر بن سالم العمري في سادس المراكز، بينما المركز السابع وصول من نشوان مبارك بن راشد المتفيج الاكتبي يحتل سابع المراكز. المركز الثامن هنا الشبابي يتقدم لحسن بن عبد الله بن غليطه. والمركز التاسع وصول من غازي هلال بن سهيل المزروعي. والمركز العاشر هنا يتدخل المهندس لعبيد بن سعيد بن علي الزرعي. هكذا هي النتيجه ايها المشاهدين الاعزاء المتابعين الاكارم، من خلال وجود هذه الاسماء القمه في مشاركات ميدان دستور لسباقات الاجن العربيه الاصيله في بدايه هذا الموسم. في بداية هذا التحدي نعود إلى المقدمة ونقترب من المركز الأول، لا يزال متحدي بن عمير مع بشار، بشار لعبد الله بن عمير الاكتبي لا زال مسيطر، لا زال متقدم، لا زال متفوق حتى هذه اللحظات بإمكانية وتحدي مع أول الانطلاقات. المركز الثاني، المركز الثاني وصول من قبل شايم محمد بن شطيط الحبسي يتقدم إلى المركز الثاني، بينما حبشان في المركز الثالث بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري يتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الثالث، يقدم لنا هذا الاسم. والمركز الرابع لسلمان بن علي بن رشيد هنا في المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس وليف سعيد بن عامر بن سالم اللي يحتل العمري هنا في المركز الخامس، بينما المركز السادس امان عبد الله بن ناصر الهاشمي. هكذا النتيجه، نعود الى المقدمه، دخلنا في اجواء الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المميز، ولا يزال بن عمير يقدم لنا هذا الاسم، هذا العنوان. ما شاء الله، بشار بشار بشار، بشروني عنك ما يدرون عني، لكنهم سيطر، لكنهم سيطر. والعمري يحاول على المركز الثالث، بن منخس هنا يحتل الان مع وجود حبشان، مع وجود حبشان في المركز الثاني، عينه على الاول، عينه على الاول بخيت بن محمد بن كردي المرياتي مشاهدينا الكرام في المركز الثاني. والمركز الثالث العمري في المركز الثالث، الشبابي هنا يحسن من موقعه. المركز الرابع حسن بن عبد الله بن غليطه، ولكن خلاص الاشقاء يفوزون، يقدمون لنا حبشان، حبشان مسيطر، حبشان مسيطر بدون اي تعليمات. بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري لا زال مسيطرا، لا زال متقدما. يا سلام، هنا في هذه اللحظات اول الانطلاق، سلام سلام للشحانيه وللشحانيه على اول الفوز، اول الانتصار، اول النواميس مشاهدينا الاعزاء من خلال تحدي حبشان، حبشان وبشار. ولكن حبشان هنا ياتي ينتزع الناموس، يهدي هالي الشحانية هذا الانتصار. بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هنا ياتي بشار عبد الله بن عبيد بن عمير الاكتبي. المركز الثالث، المركز الثالث وليف سعيد بن عامر العمري. المركز الرابع يصل هنا الهايل لمسلة بالزفن العامري. والمركز الخامس لحسن بن عبد الله بن غليطة، حيث قدم الشبابي.
هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات. نعود بالتوقيت الزمني من خلال تواصل وتحدي وتنافس أول أشواط القعدان من خلال وجوده على المركز الأول، حيث قدم حبشان عرض مميز ومتميز 4:40 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لبخيت بن محمد بن كردي بن المنخس المري لينتزع الناموس في هذه الانطلاقة ويسجل التوقيت الأفضل حتى اللحظة. المركز الثاني بشار عبد الله بن عبيد بن عمير الكتبي وتوقيته الزمني 4:41 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. كذلك المركز الثالث حل مشاهدينا الكرام من خلال وجود التحدي والتنافس، من خلال وجود شعار العمري وليف سعيد بن عامر بن سالم العمري ب4:44:06 من الثانية. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان التحدي من خلال أول تحديات القعدان في ميدان دستور.